احتفت مديرية المواسط بريف محافظة تعز بتخرج أول دفعة في قسم برمجة الحاسوب لعدد 32 طالبة من معهد غبيرة التقني. واستطاعت إدارة معهد غبيرة إعادة النشاط للمعهد بعد أن كان مهددا بالإغلاق بسبب الحرب، حيث تم بذل جهود مضاعفة للتغلب على ضعف الإمكانيات وقلة الكوادر، وتم توفير بيئة تعليمية تلبي حاجة المجتمع في الريف في تعليم خريجي الثانوية وتأهيلهم لسوق العمل. اليوم نحتفل جميعا بتخرج كوكبة من هؤلاء الطالبات المتميزات في مجال الحاسوب، فيها خدمة للتنمية، خدمة أيضا للمجتمع، خدمة للطالبات أنفسهن، لأنهن لم يستطعن أن يتعلمن في الجامعات لأن المناطق الريفية بعيدة عن الجامعات والمعاهد التخصصية. احتفل بفعالية من أهم الفعاليات في المنطقة، طبعا على مستوى المديرية وعلى مستوى إذا لم يكن على مستوى المحافظة والجمهورية. نحتفل بنجاح تجربة نوعية في نقل التعليم ما بعد الثانوية إلى المدارس في الأرياف، يعني بسبب ما تمر به البلاد من ظروف الحرب والفقر والإفقار الذي تسببته الحرب.